بسم الله الرحمن الرحيم. من وجهة نظري أهم خصوصية أضيفت لأوتوكاد 2017 هي موضوع البي دي إف إمبورت، بمعنى إن أنا عندي ملف بي دي إف عايز أدخله جوه الأوتوكاد، بس مش عايز أدخله كصورة، لأ أنا عايز أدخله فعلا كلوحة أوتوكاد أقدر أشتغل عليها. الموضوع ده كنا بنعمله ببرنامج الإستليتور، كان في بعض البرامج بتساعد في كده، بس دلوقتي هو بقى موجود في إنسيرت بي دي إف، بتلاقي بي دي إف إمبورت أو دي جي إن أو إف بي إكس، أقول له بي دي إف إمبورت، بيقول لي لو انت عندك البي دي اف اصلا موجود هتعمل عليه سيلكت وانا هحوله لك، او هتقول له حرف الاف اللي يختار فايل وتختار الملف من دوكمنت اي ملف وتقول له اوبن، هيبدا هو يديني شويه اختيارات بس هيبدا يحول لي الموضوع كله امبورت از بلوك، هيدخل لي كله كبلوك وابدا افجره لو انا عايز كونفورت سوليد فايل تو هاتش، شويه اختيارات قلت له اوكي، هو يبدا يحول تمام، هياخد بعض الوقت في التحويل، اجزاء كتيرة جدا بتتحول، بتلاقي فعلا اللاين اهو بقى موجود تقدر ترسم عليه، بس مثلا ده كان خط واحد ومعمول له ستايل بحيث ان هو ياخد مثلا خط ان هو مقطع، لا بقى كل حتة فيهم خط لوحده، لو انا عندي دايمنشن بتلاقي الدايمنشن كل جزء فيها لوحديها، يعني هي حاجات بسيطة تمام. الكتابات في فونتات بتيجي معاك مظبوطة تمام، وفي فونتات بتحتاج ان انت تعدلها مانوال لانها تبقى مكتوبه ده مثلا كل حرف لوحده وبيعتبرها خطوط مش حروف تمام. في خطوط بتيجي وخطوط ما بتجيش، الدايمنشن ده لوحده، بس هو اللوحه كلها بقت موجوده، ولو في جزء معين هتبدا ترسمه من تاني هيبقى يعتبر خلصت 99% من اللوحه، وناقص تعديلات بسيطه ان شاء الله. اخوكم عمر سليم.